اختتمت فعاليات الوفود المشاركة في نصف الماراثون الجزائري التونسي بالقطب الجامعي الجديد في ولاية سوق أهراس، حيث كانت الفرق الفائزة من الفئتين الجزائر وتونس. اسمي سيف الدين محمد، من قفصة، من تونس، من جامعة التربية البدنية التعليم العالي بقفصة. شاركنا في العدو في الجزائر في سوق أهراس ما بين تونس والتوأم ما بين الجامعة متاع سوق أهراس وقفص. كان التنظيم جيد جدا، استقبال رائع، كل شيء صار بالقدام معنا نقوله. تحصلنا على الكوب مرتبة أولى بنات ومرتبة ثانية أولاد، وشكرا على كرم الضيافة والاستقبال جيد جدا. بسم الله، أنا فارس لعليبية، طالب في جامعة محمد شريف المسعدية سوق أهراس. قمنا بمشاركة مشاركة في الماراثون تظاهرة ساقية سيد يوسف، وكان تظاهرة ملاحة وكان تنظيم مليح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل مشاهدين قناة الأنيس، معكم طالبة نيلي سهى من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. أنا يعني كنت كمنظمة في الماراثون الجامعي الجزائري التونسي بالأمس، كان يعني تنظيم رائع، مسابقة جد جميلة، تجربة جديدة لكل المشاركين يعني، اكسبيرينس جديد علينا واستمتعنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سيد حبير شنادير، مدير الخدمات الجامعية سوق أهراس. نحن اليوم في غضون ثلاثة أيام الأخيرة شهدت مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس حفل تنظيم نصف ماراثون الجزائري التونسي، وهذا بالتنسيق مع جامعة محمد الشريف المساعدية، وهذا بحضور شهدت بحضور 19 مؤسسة جامعية وخدماتية على مستوى الوطن بمشاركة ثلاث جامعات تونسية. وقد وفرت مديرية الخدمات الجامعية جميع الظروف لإنجاح هذه التظاهرة. ويبقى هذا الماراثون هو تجسيد الأخوة بين الشعبين وبث روح التعاون بين شبابها.